ولسه مكملين معاكم مع النجم جامد جدا تامر عاشور. وطبعا بعد ما سمعنا هقدر بصوت النجم طبعا تامر عاشور لازم يكون معانا اتصال من مؤلفها السيد الاستاذ وليد الغزالي. يا استاذ وليد، ازيك يا استاذ وليد؟ الو، ازيك يا كيان يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ ازيك يا نسمة؟ الحمد لله. ازيك يا نسمة؟ ازيك يا نسة؟ انا سمعتها نسة. نسة شوية. يا وليد عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاغاني الجامده؟ اخبارك ايه يا نسمة؟ كله تمام؟ كله تمام. ايه الاغاني الجامده دي؟ ايه الشغل العالي ده؟ يا حبيبتي ربنا يخليك. سلم بقى السلام الخاص لنجم اللي موجود معاكم تموره يا حبيب قلبي. ايه يا ويل؟ صباح الفل يا نجم. عامل ايه يا ويل؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. وليد يا جماعه من والله من احسن الشعراء بجد اللي انا اتعاملت معاهم في الالبوم، مش في اغنيه هقدر بس ده، وفي ليه بعدين، وانا بستسلم. وايه الجديد اللي هتعمله لي يا وليد ان شاء الله في اللي جاي؟ لا في حاجات كتير قوي 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 على فكره يا جماعه. النهارده تامر هيطلع من عندكم، هنقعد مع بعض عشان نتقابل انا وليد النهارده. طب ما تقول لنا كده حاجه تبقى اكسكلوسيف كده على الحب في ام يا وليد. اوعى يا ويل. اوعى. لا طبعا، لا طبعا، طبعا لا يمكن. كده وليد ماشي كده يا تامر ماشي. لا يمكن، لا يمكن، لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في حاجات حلوه قوي 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 قوي. وانا يعني انا بصراحه فرحان جدا ان انا اشتغلت ونزلت مع تامر عاشور، لان انا بحبه، انا اصلا واحد من جمهوره قبل ما اشتغل معاه. ربنا يخليك يا وليد يا رب. ربنا يخليك بجد والله العظيم بجد. يعني انت يعني فوق انك فنان جامد، فانت انسان جميل. ربنا يخليك يا وليد، انت اجمل والله، ربنا يخليك. طب وليد ورب. اي حبيبي. طب قول لي، طيب اشمعنى اخترت تامر عاشور؟ ايه اللي حسيت فيه مميز في اغانيك في الثلاث اغاني هقدر وانا بستسلم وليه بعدين؟ ايه اللي حسيت في تامر مميز عن بقيته؟ بص هقول لك حاجه، هي ليه بعدين؟ يعني انا يوم ما عملتها سمعتها تامر على طول، يعني احنا عملناها في نفس اليوم في نفس اللحظه، خلصناها كلمنا تامر عاشور سمعناها. تمام. لان حسينا، لان بص في اغاني كده هي اللي بتختار المطرب مش المطرب اللي بيختارها. فعلا. الأغنية هي اللي اختارت تامر، ومحدش كان هيعرف يغنيها وينجحها غير تامر. وليد بس ايه؟ ميرسي يا وليد على اعمالك الجامده اللي انت عملتها لتامر بجد، وميرسي على مداخلتك الجامده جدا دي. وميرسي ليكوا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تامر على طول في تقدم يا تامر، ومن نجاح لنجاح 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 يا رب. يا رب. ومستنيين بقى شغلك الجديد انت وتامر ان شاء الله يا وليد. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله يا وليد. ميرسي على اتصالك يا حبيبي. باي 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 باي. كمان معانا، خلينا ناخد اسم اسد من اللي جايلنا. جايلنا دموع الشوق بتقول: هاي يا جماعه تامر منور، صوتك حنين جدا، بحس انك بتغني، بليز غني لي اسمع كل يوم. عايزه تسمع كل يوم اغنيه. عايز تسمع كل يوم. حاضر هغنيها. كمان معانا عذاب بيقول: عذاب انا بحبك قوي يا تامر، وبجد محتاج رقمك، محتاج اتكلم معاك قوي. كمان معانا ملك على عرش الحب: انا ما كنتش بسمع تامر عاشور، بس من النهارده هنزل كل اغانيه، وبجد انت اغانيك جميله جدا وحساس واحساسك رائع. ربنا يخليك يا ملك، ميرسي. طب احنا في معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه. مين؟ انا اسراء، مجنونه تامر عاشور. انا شفت مجنونه التانيه كانت مجنونه واحده بس، دي مجنونتين مع بعض. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ اكتب بقى تامر بقى، خليك انت كده على انطلق. اهو 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 انا ركنت اهو. اسراء. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا تيمو؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام بجد الحمد لله. انت لو نزلت اسكندريه هتلاقي ان اسمك محفوظ في كل شبر فيه بسببي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. بجد انا بعشق حاجه اسمها تامر عاشور، عارف مجانين عمرو دياب وتامر حسني، انا مجنونه تامر عاشور. ربنا يخليك، فنانين كبار، ربنا يخليك بجد، مش مجامله يا تيمو. ربنا يخليك يا رب والله يشرفني. ربنا يخليك يا اسراء. تيمو حبيب قلبي، ممكن بقى نورتك؟ انا في الكنترول. طيب عشان الهوا. لا انا عايزه نمرتك ضروري بجد. اوكي على في الكنترول، هترجع لي الكنترول، خد الرقم على طول. نمرة تامر عاشور في الكنترول يا اسراء، وهي على العموم بتبدا ب 010. شوف لا صريح يعني، انا اكتر من كده صراحه ما فيش يا جماعه بعد كده. طب ما تغني لنا حاجه بقى تموره من الثلاثه بقى. اغني بس عشان من الثلاثه. اوكي. وانا بستسلم، هو انا ليه مش عارف اتكلم؟ قال وانا فاكر نفسي معلم، شفت قصادي ضعفت انا ليه؟ معقول كده جابني كده بسهوله بنظره شغلني؟ هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي؟ ده انا اللي كانوا بيحكوا عهد الزم، بقى ده اسمه كلام، اتثبت انا كده سلام، خلاني مش عارف انام بنظره من عين
له شكلها كده هعملها معاه، وانا هفضل بقى ماشي وراه من الاخر لازم ابقى معاه مش سايب وانا ايده. لا ايوه كده على رايك. طيب تامر تعالى نلعب لعبه كده مع بعضينا. يلا بينا. هسالك على كلمات اغنيه من اللي انت عملتهم وتقول لي دي بتمثل لك ايه او تقولها لمين. اوكي. ما بتهزرش. ما بتهزش. ما بتهزش. ما بتهزش. اخلص بسرعه. ما بتهزش. ما بتهزش. ما بتهزش. بهديها لمين مثلا؟ بهديها لاي حد عايز يهزني. ايوه بقى بس كده. هو انت مين بيصدق؟ هو انت روتانا على طول. مستبيع. مستبيع روتانا. انت الروتانا بقى. روتانا بقى. هاجي على نفسي. هاجي على نفسي. هاجي على نفسي السنه دي وهخلص سنه رابعه دي على خير ان شاء الله. كلمه شكر روتانا برضه؟ لا طبعا. احنا اي حاجه بس. كلمه شكر لوالدتي ولاخويا ولنادر عبد الله والحماده بسيوني. تمام. طب بص بقى، ما بقى ان اي مجال فيه مجال فيه نفسنا وفي غيره وفي برضه جدعنه طبعا، مين اللي حاول فعلا ان هو يهز تامر وما يخليهوش ينجح؟ ومين فعلا اللي خد بايده وفعلا وقف جنبك؟ صح. على العموم انا مش مختلط كتير بالوسط. تمام. بس انا ليا يعني الناس المحترمه جدا في الوسط اللي هم الدرجه الاولى يعني، كلهم صحابي. تمام. وكلهم بيساعدوني في الاغاني وكلهم بيشتغلوا معايا بقلبهم كافراد من الوسط الفني، من صناع الموسيقى او حتى مطربين او جوه الوسط مفيش. بس كان في شويه محاولات من شويه ناس يعني مش عايز اذكر اساميهم، بس هم فشلوا فيها يعني. ومن جوه الشركه يعني، من جوه الشركه دي. يعني ربنا يبعد عنك اي حد ممكن يهزك او ان هو يضر التامر يعني. يا رب. تامر طب احنا بصراحه انا عايزك تغني بصراحه. حاضر. انا عايزين هو مين بيصدقك، وانا بعملها سبيشال ريكويست لساره خيال معدتنا، لان هي قبل الحلقه بتقول لي انا كاتباها لك سبيشال ريكويست لساره خيال. سبيشال ريكويست لساره. اغنيها لك دي كلمات احمد علي موسى وتوزيع فهد والحان. يلا. وانت مين بيصدقك علشان عايزني اصدقك وارجع واسامحك من جديد من تاني وارجع عشان قلبي اللي كان ملك لايديك وعاش حياته وعمره ليك بقى صعب تاني قابلك شيء مستحيل لو اسمع عايزك ما كفايه قلبي ضحكت عليك حبك وكنت بتلعب بيه ازاي صدق تاني وليه قلبي يرجع يعيش من تاني جراح ما خلاص نسيك وخلاص ارتاح ارجع لحبك لوعائي. الله الله يا تامر. الله مرسي. طبعا المعجبين ايه دلوقتي شغالين اس ام اسز والتليفونات بره في الكنترول انا معاكم معانا 010 قلت لي 010. طب تامر عايزين نرجع بقى شويه لطفولتك وايام المدرسه كمان الجامعه دلوقتي. عايز اعرف بقى ايه ايام المدرسه معاك، ايه المواقف اللي كانت بتحصل لك مثلا؟ كنت اكيد بتشترك طبعا في الحفلات بتاعه المدرسه زمان والحاجات دي. احكي لي البنات بقى، كل البنات بتحبك. ايوه كل كنت عايز في مدرستي من اول ابتدائي لحد ثانوي. انا كنت في المجال يعني بقى، كنت بعزف آلات وكنت بشترك في مسابقات وكنت باخد كنت بكسب مسابقات كتير جدا لحد الثانوي. دخلت في مرحلة الكلية بقت بقى الموضوع بقى معايا ماشي بشكل عملي اكتر من انه يعني هواية. بدأت ألحن وبدأت أغني وبدأت أخش برضه في مسابقات لحد الثلاث سنين اللي أنا قعدتهم في كلية التربية الموسيقية قبل ما أروح تجارة خارجية. دول كنت يعني نقدر نقول إن دول هم دول بداية النشاط الموسيقي العملي بالنسبة لي. قبل كده قبل مرحلة الجامعة كان كله هواية بالظبط.
طب انت فاكر اول اغنية غنتها كانت لمين وامتى وفين؟ يعني اول فعلا ما اكتشفت ان فعلا لا تامر جوما وهبت الوانا ما شاء الله يعني والترحيل. اول حاجة غنتها غنيت اغنية كان بيغنيها الاستاذ وليد سعد كانت لحنه كانت نازلة في البوم كوليكشن سابني وراح سابني وراح سابني وراح يا هوا كل جراح من الهوى سابني تعبت وهو ارتاح ارتاح يا هوا لقي دموع ارجعي خب علي واخدعي اوعي شوفي تنزلها من جرح الهوى الله انا بحب طبعا وليد من اجمل الاغاني اللي انا بحب وليد سعد كمان من صغري يعني. طب تامر تسمح لي وتخليني فضوليه شويه طبعا بين المكالمه طبعا سلام طب جاوب بقى اول يا جماعه واحد بيضحكني قوي اول قصه حب انا عايزاك تكلمني عنها كانت امتى وايه الاغنيه اللي انت عملتها يعني عملتها ليها قبل ما اعمل اغاني مريت بقصه حب لكن اغنيه عملتها لقصه حب ما حصلش او بتفكرك بالقصه دي ممكن كل يوم نتلاقى هي اللي تكون بتفكرني بقصه عدت بس قبل ما اعمل الاغنيه دي برضو فتره كبيره جدا كنت في الفتره اللي هي بتاعه الثانوي اللي هي انا ممكن ما بقاش يعني ما عنديش احاسيس ولا مشاعر اكتملت خالص بس لمجرد ان انا حبيت فانا الدنيا بالنسبه لي هي ما كانش في تفكير في المستقبل بس يعني كان في قصه اللي هي السن صغير قوي وانا مركز معاها قوي بقى اللي هو ما عنديش هي بس اللي في حياتي ولا شغل ولا دراسه ولا طيب ولو قلت لك دلوقتي تقول لي مواصفات فتاة احلامك ويا بنات حضروا ورقه وقلم بسرعه هنكتب المقادير هكتب المقادير اتنين شعر ابيض اتنين شعر ابيض ايوه انت لسه ما قلتش المقادير والتليفونات اشتغلت طيب في تليفون ناخده الو مين الو مين معانا مين؟ ايوه انا محمود ازيك يا محمود؟ الحمد لله معاك تامر عاشور اهو ايوه ازيك يا محمود؟ على فكره احنا لما بتصل بالكنترول اقول له عايز النمره بقينا نمشي معاه لا ازاي انت اول مره تتصل رقمك اول مره تتصل اهو لا ما انا كلمتك قبل كده هو محمود اتصل قبل كده هو ممكن يكون حد تاني من الكنترول بس ما هوش النمره فانت دلوقتي لما تخش على الكنترول تاني تمام مع شخص معين في الكنترول يعني طب انا هقول لك على حاجه حلوه يا محمود انت ممكن تتواصل مع تامر عاشور من خلال الاكونت بتاعه على الفيسبوك يا ريت اللي هو تامر عاشور اولسو وتامر عاشور دوت نت وهو يديك نمرته بنفسه تامر عاشور اولسو وتامر عاشور دوت نت مش هات دوت كوم لا مش دوت كوم دوت نت عشان انا ما اعرفش في دوت كوم ده حاجه ثانيه ماشي يا محمود طيب ماشي يا محمود ميرسي يا اتصالك شفت الموضوع سهل ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط مش عارفه دي انتوا المقادير نكمل المقادير يا جماعه المقادير والله هي بس تبقى يعني بنت حلال وبنت ناس ومتربيه في بيت زي البيوت المصريه بتاعتنا اللي احنا كلنا اتربينا فيه مش اكتر ولا اقل يعني رب يا رب بس يا رب يعني شكل ما بيهمكش لا شكل شايفاني لا زي القمر يعني نسجل حسب يعني ربنا يحميه لا نتكلم على حاجه اصل دايما يعني خليني بعيدا عن تامر عاشور بس كل الرجاله دايما يقول لك انا ما بيهمنيش الشكل وعادي والشخصيه والكلام ده وفي الاخر يقول لك لا وبيجي يبص بعد كده بره لا خالص بس الشكل في 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 في, في البنات مش هو كل حاجه مش هو كل حاجه بالظبط هو جزء بس مش كل حاجه خالص لان ممكن تلاقي واحده اموره بس كئيبه بالظبط برضه لا كئيب برضه عارف الله يخليك طيب قول لي بقى يا تامر ايه المقوله اللي انت دايما حاططها في دماغك ولا يمكن بتعمل حاجه غير لما انت ترجع كده تفتكرها في دماغك مقوله كده او حد قال لك نصيحه يمكن تنساها اللي هي لو 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 كل الناس اتجمعت علشان تضرك وربنا سبحانه وتعالى ما قردش الضرر عمرك ما هتضر لو مين بقى مهما كان ولو ما حدش اجتمع عليك عشان يضرك وربنا ليه حكمه في انه يضرك او يجازيك او 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 هتتجازى وهتتضر طيب احنا معانا تليفون تاني ناخده الو مين امنيه ازيك يا امنيه عامله ايه ممكن تعلي صوتك شويه وتسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون بعد اذنك الحمد لله معاكي ازيك يا امنيه اخبارك ايه الحمد لله قولي لي يا امنيه ايه اللي عجبك في الالبوم صراحه الاغاني كلها والله جميله جدا حضرتك زي العسل والله
ربنا يخليكي والله. طب عايزه تسمعي ايه اغنيه من تامر يغنيها لنا؟ عايزه اسمع اغنيه لها فكر في الحال. حاضر عينيا. خلاص مش هنغنيها لك يا اغنيه. اخد الرقم بتاع الرقم في الكنترول او يا تامر عاشور دوت نت او تامر عاشور اولسو على الفيسبوك مش دوت كوم. ميرسي. امنيه 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 سامعانا يا امنيه؟ الو الخط قطع. ارجعي للكنترول يا امنيه وهم هيدوك الاكونت الفيسبوك بتاع تامر عاشور. حكايه دوت نت ودوت كوم معاك. ايوه عشان بتفرق. هو لما جه قال ايوه يا جماعه ما هو لو 010 دوت كوم لو 012 دوت نت معروفه يعني. بقول لك ايه، تعالى بقى يا تامر انا عايز العب معاك لعبه. الحقيقه احنا ابتديناها من الحلقه اللي فاتت وعايز اقول لك هي اللعبه بتاعه الامثال الشعبيه. هختبرك في الامثال الشعبيه. أوكي. طب خلينا ناخد التليفون ونكمل اللعبه. هنعمل ورانا ايه؟ يلا ناخد التليفون. الو الو. ايوه ازيك يا نسمة؟ مين؟ ندى. ندى ازيك يا ندى؟ عاملين ايه؟ كله تمام. مبدئيا ندى عاشور لافر. ندى عاشور لافرز ادمن بقى الادمن بتاعت انت صوتي قوي على فكره. انت ما تعلي صوتك وتسمعينا من التلفزيون من التليفون وتوطي. يعني بعيده خالص عن التلفزيون. ازيك يا ندى؟ ازيك يا تامر؟ اخبارك ايه؟ ندى الادمن بتاعت الجروب. ندى ندى انا بس عايزه اقول لك يا نسمة انا متصله عشان اقول لكم يعني احنا ليك عاشور لافرز بنحب تامر عاشور. تامر عاشور محترم جدا وبيحترم جمهوره جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا ندى. ان هو على طول يعني يسمع اراء جمهوره وبيعمل ميتنج للفان على طول عشان يعرف رايهم ويتكلم معاهم على البوماته والكلام ده كله. ربنا ودي اهم حاجه الاغاني والكاسات مش زي الاغاني اللي ماشيه في السوق الايام دي. الحمد لله. واغانيه يعني بيعرف ازاي يختار اغانيه كويس. بجد انا عايزه اقول لك يا تامر ان احنا والله احنا بنحبك قوي. انا اكتر والله يا ندى. وان احنا هنفضل وراكم تمدينك على طول يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا اكتر والله. عاشور لافرز كلهم ناس محترمه جدا وذواقه بيعرفوا يعني ايه يسمعوا مزيكا كويس. ما تلاقيهمش ماشيين عمالين يسمعوا اي حاجه. ميرسي يا ندى. تمام. ميرسي يا ندى ليكي. ميرسي ليان. حاجة جميلة جدا قالتها ندى بتقول ان تامر بيعمل ميتنج مع المعجبين بتوعه عشان يعرف ايه رايهم. ده مش اي حد يا جماعة فعلا بيعمل كده وده اللي فعلا بينجح النجم. يعني انت بتنجحي وبتمشي على اراء الناس اللي بتسمعك لان هي اللي بتعمل وهي اللي ممكن توقع النجم او تعليه. بالظبط. ففعلا يعني بس ما شاء الله فعلا نمسك الخشب. معلش انا بقالي فترة كبيرة ما قابلتهمش بس ان شاء الله قريب هعمل لهم ميتنج يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله. نلعب بقى نرجع للعب. مش هسيبك انا. فواضح من الامثال اللي احنا بنعملها انا شخصيا مش عارفاها يعني. انت لو كملتها تبقى جامد جدا يعني. قولي لي انا معاك. معدتنا بس هي اللي عارفاها. اجري يا ابني ادم جري الوحوش. بعدين كمل. انا كده ما قلتش المثال. كمل بقى. اجري يا ابني ادم جري الوحوش. لم تحوش في حاجه فيها لم تحوش حاجه قربت. اجري يا ابني ادم. لا مش عارف. غير نصيبك لما تحوش. غير نصيبك لما تحوش. ايوه. ايوه صح. تاني. طيب. اذا كان الكلام من فضة. يبقى الكلام من ذهب. حلو ده. هو ده الكلام. طيب احنا خلينا هنكمل اللعب بس معانا تليفون من حد كان حريص جدا يا تامر ان هو يكلمك. نقول له الو. معانا النجمة ايتن عامر. يا ايتن. يا ايتن. الو. الو. مساء الخير. يا مساء الفل. عامله ايه ايتن؟ ايتن 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 كله تمام. يقول انت ايه اخبارك؟ تمورة منور يا تمورة. ربنا يخليك يا ايتن. انا مبسوط جدا اني كلمتيني. انا على فكره بحبك قوي. ربنا يخليك. مش بهزر. ربنا يخليك يا رب. انا مبسوط اني كلمتيني والله جدا. وحياة ربنا. بص اخر البوم تحفه. انا دلوقتي قاعده في بريك كده من التصوير 5 دقايق. عندي صديقي جدا اسمه حسام الجندي لسه كنا بنتكلم على الالبوم بتاعك وعمل ايه في عربيته. هبقى ادولك هو يحكي لك يعني. ربنا يخليك يا ايتن. على حاجه الالبوم من الاخر واللي قبله كمان كان حلو قوي بس انا ليا استفسار. اتفضلي. انت ليه دايما بتقول في الاغاني قولولها قولولها يعني في الشريط اللي فات قلت قولولها اي كلام ما تخليهاش تسال عليا. ايوه. والمره دي برضو قايل قولولها. فايه الحكايه؟ قولولها بحب غيرها وكلموها عني. ما بحبش المواجهه. عارفه ايه المشكله؟ ما بحبش المواجهه بخلي اي حد يقول لها. ما بتحبش انت تواجه شكلك. بالزبط. انت بتهرب من بالزبط. اي مواجهات. والله الكلام ما بيبقاش بتاعي. الكلام بيبقى بتاع شعره بس هي صدفت معايا ان انا خدت الشكل بتاع قولولها وكلموها وعرفوها صح مش ده قصدي؟ كلموها عني برضو وعرفوها ومش عارفه يعني. هو تقيل تقيل. هو تقيل. ما بحبش اتهيأ. هو معلش فينك معلش قال لي تقيله. تقول صنعه برضه. ايتن
ايدي انت بقى يا تامر والمضحك انت جامد جدا يعني كده ده وان شاء الله تبقى احسن مطرب في مصر وربنا معاك يا رب. خد حسام بقى عشان عمال يشتكي من التليفون هو كمان بيحبك قوي هو معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسام؟ تمام جميل. ازيك؟ تمام الحمد لله. ايه عامل الالبوم الجامد ده؟ ربنا يخليك يا حسام ربنا يخليك يا رب. عجبك؟ والله العظيم البوم جامد جدا ومشروع بتاعتك الله يخليك. انا مبسوط جدا انا بسمعها في عربي كده. بس حصل حاجه عايز اقولها لك فنيه عايز اقولها لك على الهوا علشان كل الناس تعرف ان انت بريئه من الموضوع ده. اتفضل. وانا بشتري سجاير في جزء يعني في سجايرات موجوده في السوق بتاعتك سميكه بتعلق ساعات حصلت مع كذا واحد صاحبي فخلي بالك من النقطه دي لان الناس حتى تعمل عاشور وحاطين ويشتروا سجاير في الموضوع ده بقى داونلود والكلام ده. اي حد يجيب سجاير بايظه فيها حاجه يرجعها تاني المكان اللي خدها منه لان السجاير دي يعني المشكله مش في الترجيع المشكله في ان تخلي بالك من النقطه دي جدا. خلاص انا ان شاء الله هحاول احلها مع التجار. الناس عايزه تبقى هيتك والناس بتدور عليها وكده الفكره مش بترجع الناس لطيفه بترجع وكده اوكي ليه ده يكون موجود اوكي خلي بالك لان بقى الحاجات ديت لان فعلا الناس عليها اقبال ومبروك جدا يا تامر. الحمد لله ربنا يخليك يا حسام ميرسي على تليفونك وميرسي ايتن جدا جدا ميرسي ميرسي ليك يا حسام. ميرسي يا حسام. ومعانا اتصال تليفوني تاني. الو ده قفل من قبل ما نقول الو. الو ايوه مين؟ ممكن تسمعنا من التليفون وتقفل التلفزيون؟ الو الو ارجع كلمينا تاني. طيب انا عايز اكمل اللعبه. ايوه طب كملي اللعبه. انتوا على فكره بتفصلوني يا جماعه بجد. احنا قلنا اذا كان الكلام من فضه يبقى السكوت من ذهب. هو ده. طيب اربط الحمار ما حدش الناس بالطوب. احييه على الرد على فكره احييه جدا. مطرح ما يحب صاحبه. ايوه بالظبط مطرح ما يحب صاحبه. طب انت ما ناخد الو بقى نقول الو برضو يا نسمة. الو الو ايوه مين؟ ايوه علي حسك شويه واسمعنا من التليفون. مين؟ ازيك يا نسمة؟ كويسه يا نسمة. انت اسمك على اسم المذيع اللي معايا يا نسمة. سيبنا بقى نتعامل بس فرق الاصوات. شايف فرق الاصوات؟ طيب معاكي الفنان النجم تامر عاشور يا نسمه. ازيك يا نسمه؟ ايوه عامله ايه يا نسمه؟ سامعانا نسمه تامر معاكي. طب نسمه رجعي كلمينا تاني. نسمه رقيقه قوي. صح العينه باينه جنبي اهي تامر ان نسمه رقيقه جدا. توحشت من الاسبوع للاسبوع على فكره. تامر تحب تغني لنا ايه دلوقتي؟ مستمعين عايزين معلش مستمعين طلبوا ومعدتنا طلبت انا اطلب بقى ماشي كلمة شكر لزمان انا خدت ايدي واليوم ايدي اتمدت لي ضحيت وتضحياتي ليه فجأة يا قلبي اتنسيت لي مش لاقي من اللي عملته فيه حاجة بجميلة شريت ولا لاقي على اللي عملته لي كلمة شكر اتقالت لي جي اليوم اللي وصل لي فيه انه مستغنى عني ولاقيه لو جيت اسأل عليه بينكر نفسه مني